زعما على الوحده يعاودوا يطلقوا لنا انترنت، زعما على الوحده صحاب الباك يروحوا يفطروا حنا يعطونا شويه انترنت. حبا كان لي ماجري صحاب الباك زعما يقولوا لنا اسمع هاي كونيكتي شويه الفطروا ونولوا. علاش كنت ديروا لنا هكذا؟ علاش؟ عباك فطرت الصباح هكذا زعما دخلت في التليفون وقلت طلع في انترنت ولقيت بلي ما كانش كونيكتي. ها علاش؟ باسكو خلطنا على كل حال بون كوراج ليهم، هما كيجوزوا الباك حنا ما نكونيكتيوش، هما بيجوزوا في الباك صح حنا ما نكونيكتيوش. علاه؟ بروبليم سيك في الجزائر كي تكون بلا انترنت خلاص ما كان والو، ما عندناش هذوك لي بروغرام تاع بونجور بيو كي با انترنت جو الي او باك بو لو باك جو في او تياتر، ما كان والو كاين غير الانترنت. والبروبليم سيك دار كاع كتمشي بلا انترنت، تليفون بانترنت، تليفزيون بتشوف بارابول بانترنت، كلش بانترنت. الميكرووند ودرتو بلا انترنت انا صافا، فريجيدير بلا انترنت، لاكلين بلا انترنت، كلش بلا انترنت، علاش ديرونا هكا؟ تسمى هما يدوزو الباك وحنا واش ندير دوكا؟ واش حندير؟ تسمى دوك واحد خمس ايام ولا وحنا هكذا، دوكا واش حندير في هاد الخمس ايام؟ نربي البط انا دوكا نقول ولا دايما نستنى زعما عين واحد يكون كي شويه حتى ثلاثه وبعدين علاش ديرونا هكا؟ القى واحد وحده اخر زعما كي تنحوا لهم انترنت هذاك هو الحل. الناس كاع ما تخدمش على جال، مي بون اخر تنقول لاصحاب البار بون كوراج ربي يوفقكم ان شاء الله. معليش ربي يكون معكم برك يا ربي يوفقكم وان شاء الله كل شيء يجيكم سهل. هاي السلام عليكم. وحنا نبدا الانترنت صح زعما على الوحده يعاودوا يطلقوا لنا انترنت، زعما على الوحده صحاب الباك يروحوا يفطروا وحنا يعطونا شويه انترنت. حبا كان لي ماجري صحاب الباك زعما يقولوا لنا اسمع هاي كونيكتي شويه الفطروا ونولوا. علاش كنت ديروا لنا هكذا؟ علاش؟ عباك فطرت الصباح هكذا زعما دخلت في التليفون وقلت